فيكم مشاهدينا في عمر بوجودكم. حملات مستمرة ولافتات بنلاقيها في شوارع، في الطرقات العامة، في مختلف الأماكن اللي بنروح لها، وعدينا تفحصي وبتهمينا من هاي الحملات اللي كلها بتدعو للانتباه وللوقاية من سرطان الثدي وللفحص المبكر. وبالمقابل يعني حول إحصائيات مختلفة بتخبرنا أنه واحدة من كل 8 نساء في العالم معرضة للإصابة بسرطان الثدي. فحتى يكون لدينا وعي أكبر حول هذا الموضوع، حتى يكون لدينا فكرة عن موضوع سرطان الثدي وعن سرطان نفسه، يعني كيف تبدأ الإصابة به، كيف يمكن أن يكون لدينا وقاية أو نزيد نسبة الوقاية من هذا المرض، كيف أيضا هذه أمور الفحص المبكر، يعني الأمور المتعلقة بالفحص المبكر كيف يمكن أن نقوم فيها، ما هي أهميتها. هذه الأسئلة وغيرها هي محاور عامر بوجودكم مع الدكتورة الفاضلة دكتورة غدير عبدين، استشارية الأورام وأورام الثدي والأورام النسائية في مركز الحسين للسرطان. أهلا وسهلا فيك دكتورة غدير. أهلا وسهلا، ويعني نتشرف بكل ضيفة معنا في عامر بوجودكم. وبداية يعني موضوع السرطان، طبعا الناس بتخاف تحكي هاي الكلمة في كثير من الأحيان، المرض هداك أو المرض الخبيث، تعريف بسيط فيه أو تريع يعني تعريف موجز حول السرطان وحتى ننتقل إلى سرطان. هو السرطان هو نمو غير طبيعي للخلايا بحيث تنقسم وبتتكاثر بشكل غير طبيعي بدون ضابط وبدون نظام، بتشكل أورام. هاي الأورام ممكن تكون أورام حميدة وممكن تكون أورام سرطانية. الأورام السرطانية عادة بتتميز أنها بتنتقل عبر الأوعية الدموية والأوعية الليمفاوية إلى باقي أنحاء الجسم وإلى الغدد الليمفاوية. وإذا انتشرت طبعا عبر الأوعية الدموية والأوعية الليمفاوية بيكون عادة مرحلة متأخرة وبتسبب الوفاة. نعم، تعمل خلل في باقي الأجزاء وتسبب الوفاة. لما نحكي عن سرطان الثدي يعني أول شيء بتبادر للذهن أنه هو خاص بالسيدات، فهل هو فعليا فقط على السيدات ويعني باي عمر تقريبا بصيب؟ هلا سرطان الثدي هو اكثر انواع السرطانات شيوعا بين السيدات، يعني يشكل حوالي 37% من كل السرطانات المكتشفه عند السيدات. نعم. طبعا 99% من الحالات عند السيدات، ممكن يصيب بالرجال بنسبه 1%، بس معظم الحالات طبعا تصيب السيدات لانه الثدي هو عضو طبعا موجود عند السيدات. نعم. هلا زي ما حكيتي انت، من بين كل 8 سيدات وحده سوف تصاب بسرطان الثدي خلال المرحله العمريه كاملة، يعني خلال مرحلتها العمرية من الولادة لحتى الوفاة، واحدة من كل 8 سيدات سوف تصاب بسرطان الثدي. هو أكثر السرطانات شيوعا زي ما حكينا. سنويا حسب الإحصائيات للسجل الوطني للسرطان بتم اكتشاف حوالي 940 لألف حالة سنويا. نعم. وهذا صراحة رقم عالي. الحالات بازدياد ليس بسبب أنه الحالات عم بتزيد، لكن بسبب الوعي السيدات طبعا، الحملات التوعية اللي عم نجريها اللي بتأدي لاكتشاف المرض في مراحل مبكرة، بالتالي اكتشاف الحالات بنسبة أعلى. نعم، هو موضوع يعني هذه الحملات كلها، وحتى يعني المواطنين يمكن بتسألوا عن هذه الحملات ليه بهالكثافة، وحضرتك ذكرتي موضوع الاكتشاف المبكر، فهذا الأمر قضية الاكتشاف المبكر قد هي مهمة، قد هي بتلعب دور في سرعة العلاج وسرعة التعافي لدى المرأة المصابة؟ طبعا الكشف المبكر مهم جدا، لأنه عادة بيتم اكتشاف المرض يا إما ما قبل مرحلة السرطان، قبل ما يتحول، يعني اكتشاف الورم قبل ما يتحول إلى سرطان، أو اكتشاف السرطان في مراحل مبكرة، وبالتالي إذا اكتشفناه بيتم علاجه، نسبة الشفاء بتوصل أكثر من 90 ل 95%، بينما إذا اكتشفناه قبل ما تلاقي ورم أو تكتلات أو تتفاقم بتكون بمرحلة ثالثة ورابعة، ولما نوصل لمرحلة رابعة ما في شفاء من سرطان الثدي وبيؤدي إلى الوفاة. فإحنا بحملاتنا هاي هدفنا أنه السيدات تعرف إيش يعني الكشف المبكر عن سرطان، وإمتى تتوجه للطبيب، ونكتشف الورم قبل ما يعني يكون بمرحلة متأخرة. نعم، ويمكن اللي بأكد على كلامك أنه في دول غربية مثلا مثل إنجلترا، من كل عشر سيدات 8 بتم شفائهم من المرض. نعم. لأنه عندهم وعي، فبالتالي بيصير عندهم تعامل سريع مع هذا الموضوع. نعم، وبسبب إجراء الفحوصات اللي رح نحكي عليها بعد شوي، زي ما حكيتي بتم اكتشافه بمراحل مبكرة والشفاء رح يكون عالي جدا. هاي النقطة دكتورة، يعني الموضوع الأعراض، يعني مرات مثلا في كثير سيدات بيكون بالنسبة لهم انه مرض بعيد، مرض هداك وانه صعب اصاب فيه، وفي نسبة ثانية لا، بيكون عندهم نوع من الوسوسة انه يعني انا بتكون مثلا قريبتي مصابة، بتكون ستي خالتي مثلا مصابة. فأهم يعني حابين نحكي شوي عن أهم الأسباب وعن أهم الأعراض كمان. هو ما في سبب معين لسرطان الثدي، لكن هناك عوامل بنسميها عوامل خطورة بتزيد من احتمالية الإصابة بسرطان الثدي. أهم واحدة تقدم العمر، يعني كل ما تقدم الإنسان بالعمر كلما تقدمت أو زادت نسبة الإصابة بالسرطان. البدانة خصوصا عند السيدات الفوق سن 50 بعد سن اليأس، هاي من أهم العوامل.
طبعا في عوامل مهمه لها علاقه، طبعا السيده ما لها علاقه فيها، مثل يعني الدوره الشهريه، بدايه الدوره الشهريه تكون في عمر مبكر او انقطاع الدوره الشهريه في عمر متاخر. نعم. الرضاعه الطبيعيه طبعا واحده من اهم العوامل اللي بتحمي من سرطان الثدي، نعم. فبالذات لما تقلل الرضاعه بتكون النسبه اكثر. واحد من العوامل كمان الانجاب في سن متاخر بعد سن ال30 وال35، اللي ما بيجيها اولاد، التي لم تنجب، برضه من العوامل اللي بتزيد من احتماليه الاصابه. هلا التاريخ العائلي برضه عامل مهم، اللي له بنت، اخت، عم، خاله، بيكون اكثر عرضه للاصابه بنسبه مرتين لثلاثه. هلا نعم. كمان هي واحد نقطة معلش يعني اتوقف عندها، الاقارب من الدرجة الأولى، الأولى والثانية طبعا، بس بالأولى بدرجة أكثر من نعم، يعني إذا حدا مثلا لا سمح الله عنده حدا قريب، هي تروح تفحص مثلا بتستبق بتستبق عادة. احنا بنحكي الست اللي بيكون إلها أخت أو خالة أو عمة أو أم، منها بنحاول إمتى العمر اللي صابت أمها، بنحاول نبدأ نعمل صور 10 سنين قبل العمر اللي صاب فيها والدتها أو أختها. طبعا هذا كتير إشي مهم، لأنه هذا النوع من السرطانات اللي يكتشف عند بالعائلة بيكون أسرع أو سريع الاستجابة للعلاج. نعم، هي نقطة مهمة دكتورة. وحول قضية أنه في يعني إحنا بنشوف بالدعايات ومختلف الوسائل أنه في هناك طرق خاصة ممكن الست تعملها في البيت، وفي هناك طرق يعني طبية صحية لازم تلجأ فيها للطبيب، فتعطينا نبذة عن هلا رح نحكي عن الفحص الذاتي أو هو كيفية الكشف عن سرطان الثدي. هلا طبعا في توصيات عالمية بتبدأ من سن ال20، يعني أنا بنصح كل سيدة بسن ال20 تبدأ تعمل فحص ذاتي لحالها كل شهر بمدة محددة بعد انتهاء الدورة الشهرية، بتقوم بفحص الثديين باستخدام إيدها طبعا وبالنظر، على ممكن تفحص الثدي تطلع أي أعراض، أي وجود أي تكتل، أي احمرار في الجلد، تكتل تحت الإبط أو احمرار، ورم تحت الإبط أو ورم بالثدي، احمرار في الجلد، الحلمة بتكون في تغيرات بالحلمة، دزيف من الحلمة أو إفرازات غريبة دموية من الحلمة. نعم. كل هذا بتلاحظه السيدة، مشان هيك لازم كل سيدة تعمل كشف ذاتي لحالها شهريا زي ما حكينا من عمر ال20 لطول العمر. نعم. هلأ هذا بالنسبة للفحص الذاتي للست. بالنسبة للفحص السريري عند طبيب طبعا ننصح بين عمر ال20 وال30 كل سنتين ثلاثة يتم فحصها عند طبيب، سواء طبيب عام طبيب نسائية، هذا طبعا سهل وممكن أي طبيب يجري فحص الثدي. والأهم من هذا كله هو فحص الماموغرام أو صورة الأشعة، اللي هي صورة الماموغرام. هاي صورة الماموغرام في توصيات عالمية على هذا الموضوع، إنه بين سن ال40 لل50 نعمله كل سنتين، وبعد سن ال50 كل سنة. كل سنة يتم إجراء صورة ماموغرام بعد سن ال50. على أساس إنه نسبة الإصابة بتزداد. بتزاد زي ما حكينا، العمر كل ما زاد العمر كل ما زادت الإصابة بسرطان الثدي. فالماموغرام صورة كتير مهمة قبل ما تكتشف السيدة وجود الورم بإيدها، ماموغرام بيكشفه بمرحلة بتكون أقل من سنتي أو أقل من نص سنتي أو ما قبل نمو السرطان. نعم. بالتالي هاي الصورة كتير مهمة. نعم، هي هذه يعني زي ما نحكي مراحل مختلفة للفحص. بالضبط. ويعني لفت انتباهي انه من سن ال20، يعني الصورة الشائعة او الفكرة الشائعة انه الوحدة مثلا بعد سن اليأس او بعد سن ال40، لكن لما يكون بعد سن ال20 هذا مؤشر انه المرض يمكن يبدأ. ممكن يبدأ، في عنا حالات كثير بتبدأ بسن ال20 وكمان بسن بعد 18 و19 و20، مشان هيك بنبدأ احنا من سن ال20 نعمل الفحص الذاتي. هلا حكيتي شغلة بالنسبة للعمر وهذا كثير شيء مهم. هلا متوسط الأعمار في العالم هو 60، بالأردن احنا أقل صراحة، متوسط الأعمار حوالي 50 سنة. يعني 36% من الحالات بتم اكتشافها بعد عمر ال50، 40% من الحالات بين عمر ال20 وال49. نعم. حضرتك ذكرتي كمان شغلة انه وجود مثلا ورم او وجود كتلة او تغير في الوان، فهذه يمكن تكون مؤشر على وجود السرطان. في بالنسبة لبعض السيدات يعني مثلا هذا الموضوع بيكون مخيف لهم، هل يمكن انه يكون هناك في ورم او كتلة بس يعني ليست سرطان؟ جاوبينا، تسمحي لي جاوبين على السؤال، لكن بعد اتصال من احد. السلام عليكم. نعم، هناك اتصال من احد المتابعين. السلام عليكم. عفوا، يبدو هناك في خلل فني. نعود اليك دكتورة. سألتك قبل عن موضوع انه احيانا في سيدات بيكون عندهم خوف من اي كتلة تكون، هل يعني رح تكون سرطان او لا، فممكن تعطينا توضيح يعني حول هلا هذا؟ ليس كل ورم هو سرطان. هلا في عندنا اورام حميدة وعندنا اورام سرطانية. زي ما حكيت في البداية، الاورام الحميدة عادة ما بتنتقل، واذا تم ازالتها ما بترجع. الاورام السرطانية اذا تم ازالتها بترجع ممكن، وممكن تنتقل عبر الاوعية الدموية زي ما حكيت، والاوعية الليمفاوية الى باقي انحاء الجسم. هلا بدي
اطمن السيدات انه معظم الاورام 80% من الاورام هي اورام حميده، الحمد لله. 20% من الاورام هي اورام سرطانيه، بس احنا هذا ال 20% برضه نسبه منيحه. صحيح. فاحنا هدفنا طبعا اكتشاف هاي الاورام، او كمان الاورام الحميده يتم ازالتها، لانه بعض الاورام الحميده ممكن تتحول الى اورام سرطانيه. نعم، يعني هاي نقطه كثير مهمه، يعني انه في بعض السيدات مثلا بفحصوا مره واحده ويطلع انهم اورام حميد وخلص ترتاح، لكن هي لا، مؤشر انه لازم تنتبه لحالها يعني طبعا حتى لا تتحول هذه الاورام الى اورام خبيثه. قضيه الوقايه ونمط الحياه اللي بتمارسه الست وبيحميها من الاصابه بالسرطان، واللي هي يمكن النقطه الاهم يعني، بحيث انه نطلع عليها وسيدات يكونوا على طبعاً اهتمام فيها يعني حتى يحموا حالهم. هو واحد من اهم العوامل اللي بتزيد من احتماليه السرطان هو البدانه، يعني زياده البدن خصوصا في مرحله بعد سن الياس، لانه كل ما زادت البدانه او كل ما زاد نسبه الدهون في الجسم زاد نسبه الاستروجين، واذا زادت نسبه الاستروجين بيكون الثديين اكثر عرضه للاصابه بسرطان الثدي. فنمط الحياه كثير مهم. هلا اكلنا اذا كان بيحتوي على دهون مواد غذائيه بتزيد او بتنصح، هاي من نعم. اهم يعني العوامل. النظام الغذائي، النظام الغذائي شيء كثير مهم، تقليل البدانه، تقليل من نسبه البدانه، المحافظه طبعا على وزن مثالي، واحد من اهم الاسباب اللي بتقلل من احتماليه الاصابه. الرياضه شيء كثير مهم كمان، ممارسه الرياضه نعم. برضه من العوامل اللي بتساعد. مهمه. اسمحي لي دكتوره نكمل الاسباب اللي بتعمل وقايه من سرطان الثدي، لكن بعد فاصل قصير. مشاهدينا فاصل قصير ونعود لاستكمال حوارنا حول سرطان الثدي، خليكم معنا. مشاهدينا وعودة إلى حوارنا حول موضوع سرطان الثدي، وكنا نتكلم عن كيفية الوقاية منه. نرحب فيك دكتورة غدير عبدين مرة أخرى، وإحنا كنا توقفنا عن نقطة العوامل اللي بتساعد على الوقاية من الإصابة بسرطان الثدي، وتحديدا حول موضوع الوزن والاهتمام بالأكل يعني الصحي، وأيضا موضوع الرياضة. فتحكي لنا يعني بنبذة موسعة عن هذا الموضوع. زي ما حكينا، هو البدانة واحد من العوامل، فبالتالي المحافظة على الوزن المثالي من أهم. فالأكل اللي ممكن يزيد اللي فيه دهون ممكن يزيد الوزن، طبعا بيزيد احتمالية الإصابة، فدائما بشجع الستات إنهم يحافظوا على وزنهم. واحد من الأغذية المربوط صراحة ممكن يوقي من سرطان الثدي هو الأغذية اللي بتحتوي على الصويا، زيت الصويا والأغذية اللي بتحتوي على هذه نعم. المادة، هاي بتحمي من سرطان الثدي بنسبة منيحة. الصويا تحديدا يعني الصويا، الفول وما يتعلق فيه، هاي من الاغذيه اللي بتساعد. هذا محبي الاكل الصيني والاسيويه راح يكيفوا على الفكره. هاي بتحمي بنسبه منيحه. برضه من الاغذيه المهمه هي الكالسيوم بالفيتامين د، خصوصا في مرحله عمريه بعد عمر الخمسين. نعم. هاي نقطه على فكره مهمه، لانه في كثير سيدات يعني بيفقدوا هذا الكالسيوم بالضبط، عشان هيك احنا دائما بننصح الستات بعد عمر معين انهم ياخذوا كالسيوم، يكثروا من منتجات الحليب، لانها بتحمي كمان بالاضافه للهشاشه بتحمي من سرطان الثدي. هاي من اهم طبعا، والمهم جدا طبعا الكحول، طبعا واحد من اهم العوامل اللي بتساعد وبتزيد جدا، واحد من هو العوامل المربوطه بسرطان الثدي. تناول الكحول، تناول الكحول طبعا، فالابتعاد عنه اكيد واحد من اهم عوامل الوقايه، من ناحيه صحيه ومن ناحيه شرعيه ايضا. صحيح دكتوره، لدينا اتصال من فاطمه. السلام عليكم. السلام عليكم، يعطيك العافيه. الله يعافيكي، اهلا وسهلا فيكي فاطمه، تفضلي. بالله لو سمحتي بس أسأل دكتورة سؤالي لو سمحتي. تفضلي دكتورة معنا. تفضلي. طيب أنا من حوالي سنتين عملت فحص وصورة، كانوا شاكين بوجود ورم معي، واكتشفوا بعد هيك إنه هذا عبارة عن غدد حليبية. بعد هيك الحمد لله رب العالمين، بعد ما أخذت أدوية كل شيء صرت تمام. من حوالي أو شهرين اكتشفت بوجود مادة بتنزل من الثدي، هاي المادة كانت أخضر. فعملت فحص سريري على الدكتور، عطتني دواء تنشيف حليب، اخذت الدواء واخذت كمان دواء التهاب، وقالوا لي بدي الصوره وين بقدر اخذها وكمان تكون بسعر مناسب يعني لإلي.
سؤالك فاطمة وصل، شكرا لك على تواصلك وبسمع الإجابة من دكتورة. هو زي ما حكينا طبعا بعد سن الأربعين لازم الوحدة تجري صورة ماموغرام. هلا صورة الماموغرام صورة موجودة بمعظم المستشفيات، بمستشفيات وزارة الصحة، بمركز الحسين للسرطان، بالمستشفيات الخاصة سهلة جدا وأسعارها جدا معقولة، يعني مركز الحسين حوالي 30 ل 35 دينار مع الألتراساوند، فهاي طبعا بننصحك إنك تعمليها ضروري، حتى لو عملتيها قبل سنة لكن وجود إفرازات غريبة من أو دموية من الحلمة. هلا انا بدي اطمنك انه حسب حكيك ممكن تكون توسع بالقنوات الحليبيه، بس طبعا اجراء صوره الماموجرام شيء كثير مهم. نعم، لكن سؤال فاطمه يمكن هو مؤشر انه كيف احيانا عده اشياء تختلط ببعضها، فالواحده بتكون خايفه يعني، وضروري الواحده تكون على وعي باشياء يعني معينه حتى طبعاً تكون عارفه تميز ما بين اذا في اعراض لشيء ثاني وتكون اعراض سرطان ثدي. دكتور يمكن باقي يعني دقيقتين او ثلاثه لانتهاء الحلقه، كنا بلشنا بطرق الوقايه فبنرجع لها مره ثانيه، كنت ذكرتي موضوع الولاده والرضاعه الطبيعيه فتعطينا توسع اكثر حول الموضوع. الرضاعه الطبيعيه شغله كثير مهمه، كل سنه رضاعه بتقلل نسبه الاصابه بسرطان الثدي من حوالي 8 ل 10%. هلا الانجاب في سن مبكره كمان بتحمي من سرطان الثدي، اللي بتنجب سن ال 20 25 بتحمي حالها بنسبه 10 ل 15%. نعم، هذا يمكن بشجع الصبايا. اه طبعا هلا قراراتها الانجاب المتكرر يعني اللي بتجيب اولاد بتكون اكثر يعني محميه اكثر من بالاصابه بسرطان الثدي، طبعا اللي لم تنجب ابدا بتكون اكثر عرضه للاصابه، بالتالي بنشجع الستات على الانجاب المتعدد والرضاعه زي ما حكينا. تعودت النسل تنظيم النسل رح يزعلوا منا هلا. بس هي واحدة من طبعا العوامل اللي بتساعد او بتحمي. نعم، من سرطان الثدي. نعم دكتوره، يعني هو موضوع حكي فيه يطول لكن انتهى الوقت، فنشكرك شكرا جزيلا على ما تفضلتي فيه عن معلومات قيمه حول سرطان الثدي، ومشاهدينا نتمنى لكم جميعا ان يحمينا الله جميعا ويحمي احبابنا من اي امراض، نعطيكم دائما الصحه والعافيه، نراكم في حلقات مقبله ان شاء الله على خير وعلى صحه وعلى طاعه، في امان الله.